بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك،
وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استجابة لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك.